الحرب على الصوفيين، هذا ما يقوم به إعلام الإخوان المسلمين من قناة الجزيرة حتى قناة مكملين منذ وقت، متماهين بذلك مع تنظيم داعش الإرهابي الذي خص الصوفيين بعشرات العمليات ضدهم وضد رموزهم ومساجدهم، وآخرها التفجير الذي استهدف مسجداً لهم في منطقة سيناء في مصر شهر نوفمبر الماضي وقتل أكثر من 230 شخصاً وأصاب العشرات، وكان قد ذبح إمام هذا المسجد نفسه. الجزيرة تكمل الحرب عليهم لكونهم على نقيض النموذج الذي تتبناه هي وتروج له، وكي تشيطن هذا المذهب تصوره على أن أمريكا اختارته بعد أحداث 11 سبتمبر لمواجهة ما يسمى بالإسلام الحركي. بدأت تتعالى أصوات الباحثين الغربيين عن مشروع بديل يحد من تأثير الإسلام الحركي ويتماهى مع السياسة الأمريكية، فكانت الصوفية. لتتضح خلاصة ما تريده الجزيرة، الدمج بين الصوفية والإمارات بهدف مهاجمة الإمارات بالصوفية التي سبق وشيطنتها. في العام 2002 دعت مؤسسة راند الأمريكية إلى ضرورة التحالف مع الصوفية لمواجهة ما يعدونه تطرفاً دينياً في العالم الإسلامي، ثم تلاها مؤتمر نيكسون الذي استضاف نائب زعيم الجماعة النقشبندية هشام قباني لاستكشاف مدى دور الصوفية في تحقيق أهداف السياسة الأمريكية. لكن الشيخ الحبيب علي الجفري الذي يتبع المذهب الصوفي والذي يسكن الإمارات والذي أشار إليه تقرير الجزيرة أكثر من مرة كان قد رد على هذا الادعاء نفسه في مقابلة معه عبر قناة بي بي سي. لكن كون الغرب في مرحلة من المراحل أثنى على الصوفية وتوهم أنه سيكون بديل للتطرف الذي يطرح باسم الإسلام، هذا الأمر لا يعني أن من يكون على مسلك التصوف أصبح جزءاً من إرادة الغرب. ملاحظة مهمة يا أستاذ نور الدين، التصوف الذي تحدث عنه تقرير راند ليس هو التصوف الذي يوجد في السودان وفي حضرموت وفي غيرها، هم يتحدثون عن التصوف الفلسفي الذي لا يرتبط بالالتزامات العملية والسلوكية. ثم صار الإعلام يغفل أن تقرير راند 2007 الذي ذكر التصوف أعقبه تقرير راند عام 2012 الذي قال بضرورة جعل الشراكة مع الإخوان المسلمين والسلفيين. وعد إغفال الجزيرة للنقطة التي سبق وأوضحها الجفري قبل يومين فقط من تقرير الجزيرة، فقد عمدت القناة في تقريرها عن الصوفية إلى حشر كل من يعارض سياستها التحريضية وسياسة الإخوان المسلمين، مثل شيخ الأزهر أحمد الطيب الذي لا علاقة له بأي شكل بالمذهب الصوفي، وذلك فقط من باب مهاجمة الإمارات وكل من ارتبط بها بعلاقة طيبة وإدراج الجميع تحت شبهة الصوفية التي نصبتها الجزيرة العداء. لابد أن أنقل لك هنا ما يصمك به بعض خصومك من أنك من علماء الدين الذين يحاولون أن يبرروا للأنظمة السياسية في المنطقة. من السهل أن يتهم من يتهم ولا يعنيني ذلك ما دمت أعرف عن ماذا أتكلم. الفقير إلى الله من يتابع في الفيسبوك في تويتر، كان هناك عدد من التصريحات في الإنكار على ما يحصل من عدد من الحكومات المستبدة وبشكل واضح، لكن الفرق بين ما أفعله وبين ما تتحدث عنه هو أني لا أتاجر بدماء شعوبنا، لا أتاجر بمظلومية شعوبنا، بينما يوجد من يتكلم باسم حقوق الإنسان باسم الحريات، من يصعد على مثل هذه المنابر التي تتيح لهم المساحات الأوسع مما يحتاج إليه أيضا في الجوانب الأخرى ليستغلوها لتهييج الشعوب. إذا الجماعة رأت أنها في حاجة إلى من يفجر نفسه في الآخرين ويعني يكون هذا أمرا مطلوبا. لم يعد أمامنا إلا هدف واحد، هو لم شمل الأمة وغسل العقول والقلوب من العقائد السوداء والتأويلات التي ينكرها الإسلام وشريعته أشد الإنكار. ظهرت جماعات أخرى معظمها من التي تنتسب إلى التشيع الشيعة تتهم الآخرين بأنهم مكفرون، يسمون أمثالنا يعني تكفيريين، إحنا تكفيريين تكفيريين، إحنا لا نكفر أحدا، هم الذين يكفرون غيرهم. أنا ضد كل دعوة طائفية
كل خطاب طائفي يجعل الاحتراب السياسي الموجود اليوم يجد مظلة من خلاله لتبريره دينيا. الجاري اليوم في منطقتنا هو صراع سياسي، هناك من يشعر بالخطر من نفوذ دول أخرى فيواجهها، وهذا حقه، لكن الكلام هنا لا يلبس ثوب الدين. أنا لا أقبل أن أي خطاب عن نزاع سني شيعي اللي مكلمك سني لكن يقول إخوتي الشيعة وأرفض تكفيرهم وأقول أني أختلف معهم خلافا جذريا في مسائل عقدية لكن محلها رواقات العلم. أما السريالية المهنية هي شن الجزيرة الهجوم على الصوفيين ورجال الدين المعارضين لسياستها بحجة أنهم مرتبطون بالأنظمة. الجمعية الرابعة للاتحاد العالمي العلماء المسلمين في يوم 20 أغسطس، الجمعية العمومية للاتحاد العالمي نقيمها في إسطنبول عاصمة الخلافة الإسلامية، وينبغي أن تكون عاصمة لكل عمل إسلامي. الرجل الذي غير تركيا هو رجب الطيب أردوغان، ومن حقه أن يقود المسيرة، ومن واجب الشعب التركي، كل الشعب التركي، أدعوه إلى أن يكون مع رجب الطيب أردوغان، هو الرجل القائد والذي سيمدح، لأن الله معه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. قطر، إذاعة قطر وتلفزيون قطر وجزيرة قطر التي وقفت مع هذه الثورات، كل الثورات، الشعوب التي ثارت غالبها ثارت بدافع حقيقي وبقضايا حقيقية وبمظالم حقيقية. ليست القضية هنا يا عزيزي، القضية في من وظف ثورات الشعوب لأجل الألاعيب التي تحصل، والدول التي كانت تطبل وتشجع لحصول الثورات التي حصلت في منطقتنا كانت تقدم خطوة وتؤخر أخرى، تارة تسلح هؤلاء فإذا شعرت أنهم قويوا ثم تسحب عنهم السلاح وتعطي قبلة الحياة للنظام الذي تتهمه بأنه نظام سيئ.